السؤال احدى الاخوات تسال على بنتها تقول كم عمر الطفل اذا يريد يدخل الكيتو؟ اختي الكريمه، الكيتو لازم النمو الهرموني كامل عندهم، ما اريد نخربط النمو الهرموني. طوله يكسر بعدين تقول عن والدي الدكتور اعطانا كيتو وقصر طوله، عن والدي الدكتور ايش سوى العاده مالتها شريت خربطت. لا ابويا، خلوا المساله مساله طبيعيه. البنات 16 سنه، الولد 18 سنه، يكمل الهرمونات مالتهم تكمل، الطول مالتهم يكمل بعد ال 18 بالنسبه للولد، بعد ال 16 بالنسبه للولد. احنا غاسلين ايدينا من النمو الطولي، او اذا يصير كلش قليل يعني سنتيمترات مختصره. زين، فلذلك احنا ننصح انه لازم النمو الهرموني كامل ذاك الوقت وكل بلا، بس البنات بعد ال 16 والولد بعد ال 18.